السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مع تصحيح الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية لسنة 2019 الشعب العلمية. نبدأ مع المسألة، والمسألة تقول: لتكن اف في الجزء الأول، لتكن اف الدالة العددية المعرفة على اغ نجمع كما يلي: اف لإكس تساوي 2 زائد 8 عامل على اكس ناقص 2 على اكس، الكل سي 2 عامل على اكس بنصير اكس ناقص 4. اولا الالف تحقق ان نهايه اف اكس عندما يؤول اكس الى ناقص لا نهايه اف اكس تساوي 2، واول النتيجه هندسيا. ما هي المعارف التي سنحتاجها للاجابه على هذا السؤال؟ اولا نهايه عندما يؤول اكس الى ناقص لا نهايه اكس بنصير اكس فالنتيجه تساوي 0. كذلك سنحتاج إلى المعلومة التالية، هو أنه إذا كانت x تؤول إلى ما لا نهاية ولدينا حدودية على حدودية px على qx، حيث px تكتب بهذا الشكل وqx تكتب بهذا الشكل، فإن النهاية عند لا زائد لا نهاية هي نهاية الحدين الأكبر درجة، نهاية الحد الذي له أعلى درجة من الوسط على نهاية الحد الذي له أعلى درجة من المقام. أيضا سنحتاج إلى المعلومة التالية: إذا كانت نهاية f x عندما يؤول x إلى ما لا نهاية تساوي عدد b، فإن الـ f كتأويل هندسي يقبل مقاربا مائلا معادلة y يساوي b بجوار عفوا مقاربا أفقيا. مقاربا أفقيا هنا يجب أن أكتب مقاربا أفقيا. أفقيا معادلة y يساوي b بجوار ما لا نهاية. إذا نبدأ على بركة الله في الإجابة على السؤال. إذا أولا لدينا نهاية، سنتحقق من هذه النهاية التالية: إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، إف إكس والتي هي 2 زائد 8 عامل على إكس ناقص 2 على إكس، الكل عامل على الكل زائد 2 عامل على إكس بنصير إكس ناقص 4. إذا أولا كما قلنا، إذا نبدأ بحساب النهاية التالية. إذا لدينا ليميت عندما يؤول x إلى ناقص لا نهاية x ناقص 2 على x، فهي تساوي نهاية الحد الذي له أعلى درجة في البسط اللي هو x، والحد الذي له أعلى درجة في المقام اللي هو x. إذا النتيجة x على x تختزل تبقى النتيجة 1، و نهاية x عندما يؤول x إلى ناقص لا نهاية exponential x ناقص 4. لاحظوا هنا x يؤول إلى ناقص لا نهاية، هنا تكون exponential هذا التعبير ككل، هذا التعبير ككل هذا كاملا سيؤول إلى ناقص لا نهاية، وبالتالي النتيجة تساوي 0. إذا لاحظوا هنا هذا التعبير يؤول إلى 1 وهذا التعبير يؤول إلى 0، والعملية هنا هي عملية ضرب. إذا 1 في 0 0 0 الكل في 8، النتيجة تبقى تساوي 2. هنا يمكن أن نقول تعليل أو لأن تعليل الإجابة. طيب إذا بما أننا تحققنا من هذه النتيجة، نمر الآن إلى التأويل الهندسي. كما ذكرنا بذلك من خلال المعلومات السابقة أنه لدينا x يؤول إلى ناقص لا نهاية fx وهي تساوي عدد اللي هو 2. إذن كتأويل هندسي نقول بأن cf أو c، لأن هنا في هذا التمرين اقترحوا علينا تسمية c، إذن نكتب c c. إذن تأويل هندسي c يقبل مقاربا أفقيا أفقيا معادلة إيغريك يساوي 2 بجوار ناقص لا نهاية بجوار ناقص لا نهاية. إذن بهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول. نمر الآن إلى السؤال الثاني، أو السؤال الجزء الثاني من السؤال الأول ب: تحقق أن الليميت عندما يؤول x إلى صفر للدالة f لx يساوي زائد لا نهاية، وأول النتيجة هندسيا. ما هي المعارف التي سنحتاجها لحل هذا السؤال؟ أهمها إذا كان لدينا عدد على صفر فالنتيجة إما تكون زائد أو ناقص لا نهاية حسب إشارة أ والمقام. المعلومة الثانية اللي غنحتاجو عندما يؤول x إلى أ f x تساوي ما لا نهاية، يعني هنا التأويل الهندسي لهذه النتيجة هو أن السي يقبل مقاربا عموديا
معادلته x يساوي a. إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة، نكتب limit x يؤول إلى صفر، fx هي 2 زائد 8 عامل على x ناقص 2 على x الكل أس 2 في إكسبونونسيال x ناقص 4، x ناقص 4. إذن لاحظوا جيدا أنه بالتعويض نجد هنا هذه النهاية أو هذا التعبير يؤول إلى عدد واللي هو ناقص 2. إذن عندما نعوض هنا بصفر، لاحظوا عندما نعوض هنا بصفر وهنا هنا بصفر وهنا بصفر، نجد ناقص 2 على صفر، الكل مربع، الكل مربع. لاحظوا هنا يمكن أن تكون صفر زائد أو صفر ناقص، لا يهم، لأن عدد على صفر تساوي ما لا نهاية، ما لا نهاية. وبما أن لدينا مربع تقدر تكون بلوس أو ناقص لا نهاية، بما أن عندنا مربع إذن فالنتيجة تساوي زائد لا نهاية، مفهوم؟ إذن الآن لاحظوا جيدا، إذن هذه النتيجة، نعود قليلا، إذن هذه النتيجة، هذه النتيجة ستؤول إلى زائد لا نهاية. إذن هذا التعبير ها هو، وهذا التعبير الثاني فإنه يؤول إلى، بالتعويض يؤول إلى أو أس ناقص 2 أو ناقص 4، لأن 0 ناقص 4 هي ناقص 4. إذن 8 تبقى في مكانها، 8 في ناقص لا نهاية في أو أس ناقص 4، يعني النتيجة ككل ستؤول إلى زائد لا نهاية. زائد لا نهاية زائد 1 هي زائد لا نهاية. إذن نكتب تعليل لهذه النتيجة، لأن ليميت عندما يؤول x إلى 0 x ناقص 2 على x الكل أس 2 تساوي زائد لا نهاية، هو ليميت إكسبونونسيال x ناقص 4 عندما يؤول x إلى 0 تساوي أس ناقص 4. إذن بما أننا وصلنا إلى تلك النتيجة، التأويل الهندسي هنا، ولدينا كذلك، ولدينا إذن ليميت، إذن النتيجة، هذه النتيجة هي التي توصلنا إليها، x يؤول إلى 0 للدالة f x تساوي زائد لا نهاية. إذن التأويل الهندسي حسب ما ذكرنا به من معرفة توجد في الدرس، سي يقبل مقاربا عموديا معادلته x يساوي صفر. إذن هذا هي التأويل الهندسي. السؤال الثاني في هذه المسألة يقول احسب x عندما يؤول x أو نهاية f x عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية. إذن نبدأ على بركة الله، إذن ليميت لدينا ليميت عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية 2 زائد 8 عامل على x ناقص 2 على x الكل مربع إكسبونونسيال أس x ناقص 4، إذن تساوي، يمكن أن أعطي النتيجة مباشرة وأعلل بعد ذلك. لاحظوا هذا التعبير سيؤول إلى اللي هو x ناقص 2 على x. إذن هنا كناخذ الحد الذي له أعلى درجة، والحد الذي له أعلى درجة في البسط وفي المقام تتبقى لنا واحد، وهذا التعبير يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال أس x زائد لا نهاية. ثم زائد لا نهاية في 1 هي زائد لا نهاية، في 8 هي زائد لا نهاية، زائد 2 هي زائد لا نهاية. طيب إذا نفصل في هذه الإجابة، إذا لدينا، نبدأ المعرفة التي سنحتاج هنا كما قلت هي معرفة سبق ذكرها في ما سبق من الأسئلة. إذا ملي كيكون عندنا نهاية حدودية على حدودية هكذا، فإننا يعني نعتبر أو نأخذ نهاية الحدين الأعلى درجة أو خارج الحدين أعلى درجة لتكون النتيجة 1، و نهاية x صغيرة يؤول إلى زائد لا نهاية أو أس x ناقص 4. إذن هذا التأويل اللي في الأس، هذا التعبير اللي في الأس سيؤول إلى زائد لا نهاية، وفي إكسبونونسيال زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية. يمكن ببساطة يعني
أن تعمم هذه القاعدة وتقول إذا كان ليميت، إذا كان ليميت كما قلنا في القاعدة السابقة U U يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال U، فإنها تساوي زائد لا نهاية، حيث U واحد العدد اللي كيؤول لزائد لا نهاية. طيب إذا النتيجة كما ستلاحظون إذا ستساوي زائد لا نهاية. مزيان، دابا غنشوفوا باء بين أن السي، إذا باء أو الشق الثاني من هذا السؤال، لأن هنا ثانيا كذلك تحتوي على جزء أول أليف وباء. باء يقول بين أن المنحنى، بين أن المنحنى سي يقبل فرعا شل جميعا، سي يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه المقارب، اتجاهه المقارب محور الأراتيب، اتجاهه المقارب محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. مزيان، إذن غادي نمشيو نشوفو كيفاش نوصلو الفكرة هذه. طيب إذن غنشوفو بأن لدينا أو المعلومة الأولى اللي أساسية قبل ما ندوز نشوف الفروع شل جميع، فلابد خصنا نشوفو نتأكد بأن الليميت في زائد لا نهاية ديال اف اكس هي ما لا نهاية، يعني اللي هي زائد لا نهاية في هذه الحالة. ما لا نهاية عطاتني ما لا نهاية، إذا هنا غندوز الفروع شل جميع، وبالتالي خصني نحسب نهاية أخرى. شنو هي هذه النهاية؟ وهي التالي، يعني حنا نحسب ليميت ديال اف اكس على اكس عندما يقول اكس الى زائد لا نهايه. متى نحصل على هذا التاويل الهندسي؟ ركزوا جيدا، متى يكون فرع شل جميع اتجاهه المقارب محور الاراتيب؟ اذا ان فوا تنسمع هذه الجمله يعني ان هذه النهايه هذه خاصني نبين بانها كتساوي كذلك زائد او ناقص ما لا نهايه. الى القينا بان النتيجه تتساوي زائد او ناقص ما لا نهايه، اذا اوتوماتيكمون غادي نستنتجوا ان المنحنى كيقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الاراتيب مقارب اتجاه المقارب محور الاراتيب بجوار زائد لا نهايه. طيب اذا نبدا بحساب هذه النهايه ونتاكد من انها نهايه غير منتهيه. اذا لدينا هنا يمكن ان نقول نحسب او نبين ان اذا ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال اف اكس واللي هي 2 زائد 8 عامل على اكس ناقص 2 على اكس الكل مربع في او اس اكس ناقص 4 الكل قسمة اكس. طيب اذا نحسب، اذا تساوي ليميت اكس يؤول الى زائد لنهاية 2 سنقسمها على اكس ثم 8 على اكس عامل على اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في اكسبونسيال اكس ناقص 4، لان هنا عندنا عملية الضرب فيكفي هنا لدينا في وهنا لدينا في، يعني هنا عملية الضرب، هنا ضرب وهنا ضرب. إذا هذا الإكس هذه يكفي نقسمها على أحد العوامل فقط، أحد العوامل اللي هو 8، إذا فقط أنا قسمت التعبير كامل، خديت غير هاد 8 كعامل أول وهو الوحيد اللي قسمته على إكس، ما غاديش نعاود نقسم هذا التعبير على إكس وهذا على إكس، مفهوم؟ إذا هاد إكس هذه غتعطى فقط لهذا العامل الأول. طيب إذا بعد ذلك لاحظوا جيدا أن هذه النتيجة هذه تؤول إلى صفر، وهذه النتيجة تؤول إلى صفر، هذه النتيجة ستؤول إلى واحد، وهذه النتيجة ستؤول إلى زائد لا نهاية. طيب إذا هنا سنحصل على صفر وهنا زائد لا نهاية، إذا صفر في زائد لا نهاية شكل غير محدد، وبالتالي وجب إزالة هذا الشكل الغير المحدد. إذا أقوم بحساب، يعني إدخال هذا الإكس هذه اللي على برا ندخلها داخل الأقواس. إذن سوف أنجز عملية الضرب هنا، سأنجز عملية الضرب لتصبح العملية كما يلي، تصبح ليميت إكس يؤول إلى ما لا نهاية 2 على إكس زائد 8، وهذا إكس غندخلها غتولي إكس ناقص 2 الكل أس 2 على، هنا لدينا إكس أس 2 وهنا نضرب في إكس، إذن تصبح في أسيات أو إكسبونونسيال إكس أس ناقص 4. ثم نتابع، إذا هنا تصبح ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية
اثنان على اكس زائد 8، اكس ناقص اثنان الكل مربع يمكن ان انشرها تعطيني اكس اس اثنان ناقص 4 اكس زائد 4 الكل على اكس اس 3، وهنا في اكسبونونسيال اكس ناقص 4. الحدود ساعة الامور واضحة، اذا غنمشي نتابع. غتعطيني هنا دونك هنا غتعطينا هنا صفر، وهنا مازال زائد لا نهاية. إذن هنا كاين إشكال، الإشكال اللي عندي هنايا هو أنه مازال عندي شكل غير محدد. طيب إذن كيف سأزيل هذا الشكل غير محدد؟ يمكن لي هنايا نستعمل قاعدة، وهو أنه إذا كان عندنا إكسبونونسيال إكس على إكس فإن النتيجة تؤول إلى زائد لا نهاية. بالحق أنه خاص يكون عندي إكس اللي عندي في الأس هنايا خاص يكون نفسه في المقام، داك التعبير اللي كاين يكون هنا مزيان. إذن غندير هنا ليكس ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية 2 على إكس زائد 8، وهنا أكتب إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 4، أضرب النتيجة في إكس ناقص 4 وأقسم على إكس ناقص 4، يعني هنا يعني أتخلص. إذن أكتب هذا كذا هكذا، أقسم هنا على إكس أس 3، ولكن إكسبونونسيال إكس ناقص 4 أقسمها على إكس ناقص 4، ليبقى هذا التعبير هكذا منفردا لوحده، يعني معزول وهذا معزول. إذا هذه النتيجة الآن ستؤول إلى ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية هنا. إذا هذا التعبير سيؤول إلى زائد لا نهاية، هذا التعبير، وهذا التعبير بعد أن أخذ أعلى درجة ستكون تصبح أعلى درجة هي إكس أس 3 على إكس أس 3، إذا ستؤول إلى واحد، لأن إكس أس 2 اللي غنضربه في إكس غيعطينا أعلى درجة هنا في الوسط واللي هي إكس أس 3، ونقسمو على إكس أس 3 تبقى واحد. إذا لاحظوا واحد في زائد لا نهاية، هذا التعبير سيؤول إلى صفر. إذا صفر زائد 8 في واحد زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية باستعمال قواعد الضرب. إذا 8 في واحد هي 8، 8 في زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، يعني هذا التعبير ككل يؤول إلى زائد لا نهاية. طيب هذا فقط يدخل في إطار الشروحات. إذا نكتب هكذا بدون أي مشكل، نكتب نتيجة نهائية وهي تالي، ومنه نكتب سي يقبل أو سيف، إحنا سميناه سي دونك نبقاو خدامين بالسي، ومنه سي يقبل فرعا تلجميا اتجاهه المقارب محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. يعني كيفاش غيبان في المنحنى؟ يبان بهذا الشكل، فرع تلجمي اتجاه محور أو اتجاهه مقارب محور الأراتيب، هذا هو محور الأراتيب، هو هذا محور الأراتيب، خلاص الأغلبية تعرفه. إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي، وهو